بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد، وأن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس. نتكلم أولا عن سورة الفاتحة. قبل أن نبدأ في هذه السورة، لماذا ندرس التفسير؟ لو قال لنا قائل لماذا ندرس التفسير؟ يعني ما السبب لدراسة تفسير القرآن الكريم؟ لأن القرآن كلام الله، وقال الله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكيف يكون هذا القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وأمرنا بتدبره، ثم بعد هذا لا نفهم كلام الله؟ وهذا إشكال. يذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن أكثر ما يكون يعني من الإشكال في سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، فلا بد تصحيح قراءة هذه السورة، حفظ هذه السورة ولا بد، ومعرفة معناها. أما أن نقرأ القرآن ولا يجاوز تراقينا، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان القرآن يقرأ عليك ولا يؤثر فيك ولا يزيد من إيمانك، فأنت على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أي كتب التفسير نقرأ؟ يعني عندنا إشكال الآن، البعض يقول أنا لو أقرأ في كتب التفسير الآن هذا أخذ مني وقت طويل، وبعض الأحاديث أجدها تحتاج إلى تحقيق، أجد أحيانا أشياء من الإسرائيليات كذا كذا كذا، ماذا أصنع؟ نقول لابد ترجع إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رجعنا للعلماء، أرشد العلماء رحمهم الله تعالى إلى تفسير مختصر واضح، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأنه مختصر واضح، ألفاظ سهلة يفهمها كل أحد، المؤلف معروف، أيضا هذا التفسير فيه العمل بالقرآن، وهذا الذي نحتاج العمل بالقرآن. حتى يقول أحد الدكاترة، أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية، يقول في أول طلب للعلم سمعت هذا الكلام عن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، يقول لكن كنت يقول أقرأ بسبب الدراسة والمشايخ والدروس، يقول كنت أقرأ في كتب التفسير المطولة، القرطبي والطبري، وأقرأ في ابن كثير، وأقرأ في الجلالين، وأقرأ في كذا، وأقرأ في كذا، وأقرأ في كذا. يقول الآن بعد أن من الله علي سبحانه وتعالى وأصبحت أستاذ دكتور في التفسير، عندما أقرأ في كتب التفسير في آية واحدة مثلا، يقول أرجع إلى تفسير ابن سعدي، أجد تفسير ابن سعدي جمع كل ما في هذه التفاسير بكلام مختصر، ويقول ليتني عكفت على هذا التفسير المختصر في أول الطلب. ثم أن الطالب يبدأ دائما بالمختصرات قبل المطولات. عندنا إشكال، بعض الناس يقول أنا لا أحب القراءة، ما أحب القراءة، القراءة صعبة علي، أريد حل. أقول سهل جدا، يوجد في هذه الأيام التفسير الصوتي للقرآن، يعني كأن ابن سعدي يقرأ عليك التفسير وأنت تستمع، وأنت ماشي في السيارة تسمع آية سورة في الطريق كذا، والله
لو بدأت بإذن الله فترة وجيزة وتجد أتممت هذا التفسير بإذن الله سماعا في الأوقات الضايعة عندنا في السيارات وكذا. إذن ننزل هذا مثلا على أجهزتنا، تنزل التفسير الصوتي للقرآن وتستمع للتفسير، لكن لا تبدأ بسورة البقرة، خطأ. لا تبدأ بالسور الطوال، لا، تبدأ بالسور التي تشوقك إلى التفسير. في أنت الآن مبتدئ في التفسير، وفي الغالب الشيطان لا يريد منك أن تتدبر القرآن، صحيح؟ ولهذا عندما نقرأ القرآن، لماذا نستعيد الآن عندما نقرأ القرآن؟ قبل قراءة القرآن يجب على قارئ القرآن أن يستعيذ قبل القراءة، صحيح؟ لماذا؟ ممكن هذا الأخ إذا خرج ورأى مرأة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح؟ نعم، لأن الشيطان يوسوس له. طيب الآن أنا في عبادة أريد أقرأ القرآن، لماذا أستعيذ؟ هنا الاستعاذة هنا أهم من الاستعاذة هناك. لماذا؟ لأن الشيطان لا يريد منا أن نتدبر القرآن، ولهذا وجب على من أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ. طيب نبدأ بالسور التي تشوقنا للتفسير، لابد من التشويق الآن حتى تأتي وتستمع إلى التفسير كاملا. مثلا تبدأ بسورة القصص، لماذا؟ لأن فيها القصص. تبدأ بسورة الكهف، لأن السورة هذه تتكرر في كل جمعة. بسورة مريم رضي الله عنها مثلا، لأنه قصة مشوقة، مفهوم؟ أي نعم. تبدأ بسورة الفاتحة، تبدأ بقصار السور من الزلزلة إلى الناس، ثم ترتقي شيئا فشيئا. قرأ الإمام جزاه الله خيرا مثلا في الصلاة آيات، مجرد ما تنتهي الصلاة تخرج وتسمع إلى تفسير هذه الآيات. سمعت كلمة ولم تفهمها في القرآن، تبحث عنها. إن شانئك، تقول ما معنى شانئك؟ أي مبغضك، وعلى هذا تمشي، وبهذا تعرف كلام الله. والله عيب أننا نعرف اللغة الإنجليزية ونعرف المصطلحات ونعرف الآن في الطرق إذا يعني ممنوع الوقوف اللوحات الإرشادية نعرفها، أما كلام الله لا نعرفه؟ ما يمكن. ليتدبروا آياته. طيب بعد هذا ذكرنا أن القارئ قبل أن يبدأ بالقراءة يستعيذ، يقول أعوذ، ألتجئ واعتصم بالله لا بغيره، من الشيطان خرج عن طاعة الله، الرجيم. لماذا سمي بهذا الاسم بالرجيم؟ لأنه يرجم، يرمي بني آدم من وجهين، بالشبهات والشهوات. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه يرجم بني آدم، فتستعيذ بالله لا بغيره، والاستعاذة هنا بغير الله شرك أكبر. يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. أو سمي بالرجيم لأنه طرد من رحمة الله، مرجوم أي مطرود من رحمة الله، وصح الجمع بين القولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله، تبسمل الآن. بسم الله هنا جار ومجرور. الجار والمجرور يقول العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة العربية أن الإنسان لا يستطيع أن يقول بالقلم ويسكت، في المسجد ويسكت، صحيح؟ نعم، على الكرسي ويسكت. لابد هناك متعلق، يقول كتبت بالقلم، جلست في المجلس، في المسجد أو على الكرسي، صحيح؟ هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل، محذوف، متأخر، مناسب. متعلق بفعل، محذوف، متأخر، مناسب. متعلق بفعل
يعني هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم جملة فعلية لا اسمية. لماذا جعلناها جملة فعلية ولم نجعلها جملة اسمية؟ لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. يقول هذا: بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أتوضأ، بسم الله أدخل إلى المسجد، بسم الله آكل. نعم، تدل على التجدد والحدوث، بخلاف الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، الرحمن على عرش استوى، إثبات لله سبحانه وتعالى، استواء حقيقي لجلالة عظمته. نعم، إذن قلنا الجار المجرور متعلق بفعل محذوف حذفناه وجعلناه مناسبا، لم نجعل هذا الفعل المحذوف فعل واحد، لا، مناسب حتى تستشعر. يعني لا يمكن أن تكون الجملة بسم الله أبدأ، هو ما يستشعر لها، لكن هنا أقول بسم الله أتوضأ، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أدخل إلى دورة المياه مثلا، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، يستشعر، جعلناه مناسب حتى يستشعر. فجار مجرور متعلق بفعل محذوف متأخر. لماذا متأخر؟ لماذا لا نقدم الفعل؟ قلنا جلست في المسجد. لماذا ما نقدم الفعل؟ أخرنا الفعل وقدمنا بسم الله، بسم الله أتوضأ، حتى لا يتقدم على اسم الله شيء، تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله. نعم، الثاني إذا تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر. أتينا الآن في الفاتحة تقول إياك نعبد، قدمت المعمول على العامل، تقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله، لكن عندما قدمنا لله لا لغيره حصر. فعل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. تقول بسم الله، الله، الله هو المألوه أي المعبود، محبة وتعظيما، خوف ورجاء، أو أن اسم الله سبحانه وتعالى هذا لم يسمى بأحد، لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. الله مرجع لكل الأسماء. تقول قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. عند النداء في الله لا تحذف الألف واللام أصلية. اسمع معي، تقول يا حي يا قيوم، صح، تحذف الألف واللام من الحي والقيوم. أما عندما تقول يا الله لا تحذف الألف واللام. إذن عندنا في لفظ الجلال الله أمور خمسة: هو المألوه المعبود، محبة وتعظيم، قيل أن اسم الله الأعظم لم يسمى أحد بهذا الاسم، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، الألف واللام لا تحذف عند النداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة العامة بكل الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن صفته والرحيم فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد هذا تقرأ هذه السورة، أي سورة الفاتحة، تسمى بأسماء، من أسمائها سورة الفاتحة. لماذا تسمى بهذا الاسم؟ سميت بالفاتحة لماذا؟ افتتح بها المصحف، يفتتح بها المصلي الصلاة، يفتتح بها الخطباء. الخطيب الآن عندما يصعد ويخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعم، كذلك إن الحمد لله قريب من سورة الفاتحة، وتسمى أم الكتاب، أم القرآن. ما معنى هذا؟ كل ما في القرآن موجود في هذه السورة: التوحيد،
التحذير من الشرك، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة، النار، الإسلام، الإيمان، الإحسان، التحذير من الضلال، التحذير من مشابهة المشركين، التحذير من الفرق الضالة، الاجتماع وعدم الفرقة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، الجمع بين الشرع والقدر، كل ما في القرآن في هذه السورة، ولهذا تسمى أم القرآن أم الكتاب. السبع المثاني، لأن من سبع آيات. والصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم، تسمى أيضا بماذا؟ تسمى الرقية. قال: وما يدريك أنها رقية. وتسمى الصلاة كما ذكرنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، هذه السورة يذكر فيها العلماء رحمهم الله تعالى يعني أشياء كثيرة جدا. قد تقول: يعني من أين تأتي هذه الأشياء ومن أين تأتي هذه الفرق؟ هذه بركة القرآن. يعني مثلا عندنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية واحدة استنبط منها هذه الآية العلماء فوائد كثيرة. بل لا يوجد كتاب مؤلف في الأسماء والصفات إلا ولابد في هذه الآية. أي نعم. طيب، تقول: الحمد، أي كل المحامد لله، الاستغراق، كل المحامد لله، أو جنس الحمد لله ليس كجنس الحمد لغير الله. لله، اللام للاستحقاق والاختصاص، الحمد لله لا لغيره. وإذا قال العبد الحمد لله، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. والحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، لا الثناء. لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. الحمد لله رب، الله هو الرب. وتربية الله سبحانه وتعالى لعباده تربية لما يقوم به البدن، وتربية لما يقوم به الروح، وهذا أعلى تربية، تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. تربية لما يقوم به البدن، ماذا؟ خلق الخلق ورزق الخلق، الخلق والرزق، هذا تربية. وتربية إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذه أعظم تربية. فالله سبحانه وتعالى هو الرب. إذا كان هو الرب لابد أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال: الذي خلقكم. إذا كان هو الخالق إذن هو الرب، وإذا كان هو الرب لابد أن يعبد. تقول: الحمد لله، أنا أحمد الله. لماذا؟ لأنه هو الرب. كأنك تقول: أنا أعبد الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق. فالخالق هو المستحق للعبادة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الحمد لله لماذا؟ لأنه هو رب العالمين. رب العالمين، ما سوى الله، كل ما سوى الله مخلوق. إذا ما يوجد خالق إلا خالق واحد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. هذا فيه أن الحمد غير الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. وذكرنا: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة العامة، ذو الرحمة الخاصة، صفته فعله. الرحمن الرحيم، مالك، وفي قراءة ملك يوم الدين، ويصح أن يقرأ الإمام مر بهذا ومر بهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك. ملك
ومالك. قد يكون عندنا ملك من ملوك الدنيا، لكن هذا الملك ناقص. قد يكون ملك ولا مال لديه، نعم صحيح، دولة فقيرة. وقد يكون له مال لكن ليس بملك. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، لكن ليس كملوك الدنيا، ملك تام. نعم، ليس كمثل شيء، والسميع البصير، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فالله ملك ومالك يوم الدين. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. على العمل: إن الدين عند الله الإسلام. وملك يوم الدين على الجزاء، يوم الجزاء والحساب. طيب، الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين وكل الأيام، صحيح؟ أي نعم، الأيام خمسة، الأيام خمسة إجمالا: يوم في العدم قبل أن تخلق، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر، واليوم الآخر. سمي اليوم الآخر بهذا الاعتبار على أنه آخر الأيام الخمسة. هذا اليوم يوم الدين. لماذا خص هذا اليوم بالذكر، اليوم الآخر، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين؟ لأن هذا اليوم لمن الملك اليوم؟ فيه الجزاء والحساب. إذن هذا فيه التحذير من الجزاء والحساب، أن هناك جزاء وحساب، إذن لابد أن نعمل. إذن هذا معناه أن هذه الدنيا ليست دار عمل، لا، ليست دار جزاء، هي دار عمل. والآخرة ليست دار عمل، هي دار جزاء، بخلاف ما يظن بعض الناس، يريد الدنيا دار جزاء. يقرأ الفاتحة، نعم، إذن لابد يفهم أن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، إذن لابد يستعد، يحتاط. نعم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مجدني عبدي. نعم، هذا هو القسم الأول من السورة. نريد أن نقسم السورة على ثلاثة أقسام. نعم، في الحديث على قسمين، نرجع الحديث ولا نتعدى الحديث، لا إشكال، لكن نعتبر هذا قسم وهو التوحيد. نعم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. انتهينا من القسم الأول. ثم تقول ماذا؟ إياك أعبد. الأصل أن تقول إياك أعبد أنا وحدي، صحيح. الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد. الأصل أن تقول هذا. لماذا كانت الآية إياك نعبد؟ لماذا؟ حتى تعلم أن من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع. كأنك تقول: نجتمع يا رب على عبادتك ولا نتفرق، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. عندما يقرأ الإمام يصلي يقول إياك نعبد، صادق، نجتمع يا رب على عبادتك. إذن لابد من الاجتماع للافتراق. إذن هذه السورة فيها وجوب اجتماع الأمة على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى 73 فرقة. قالوا: من هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة. الدليل: إياك نعبد، نجتمع يا رب على عبادتك، نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى، نجتمع على شريعة واحدة، نعم، نجتمع على رسول واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، أمة واحدة، صلاة واحدة، نعم، معتقد واحد، إياك نعبد. وقلنا هنا قدم المعمول على العامل. الأصل أن يقول نعبدك، قال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله. إذا من صرف شيئا من العبادة لغير الله مشرك شركا أكبر. نعم، كل من صرف شيئا من العبادة لغيرها فهو مشرك كافر. والدليل إياك نعبد، تقديمه من حق التأخير يدل على الحصر، لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. إياك نعبد وإياك نستعين.
هذا فيه الجمع بين الشرع والقدر، ورد على الجبرية والقدرية، عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين كأنك تقول فاعبده وتوكل عليه، تقول أجمع بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وعلم كل شيء، ومع هذا أعمل، أجمع بين العبادة والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه. تقول يا رب أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علمت كل شيء يا رب، وكتبت في اللوح المحفوظ ما هو كائن، ومع هذا أعمل وأحسن الظن فيك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هنا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول يا رب أجمع بين العبادة والاستعانة، لا أكون من الجبرية ولا أكون من القدرية، لا أنكر القضاء والقدر، أؤمن بالقضاء والقدر وأعمل وأجمع بين الشرع والقدر. خلي هذا بالله، فأجمع بين الشرع والقدر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصف كتاب التدمرية في هذا، في إياك نعبد وإياك نستعين، نصف كتاب جمع بين الشرع والقدر. إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، لو ترفع هذه، إياك نعبد وإياك نستعين يعني نجمع بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. متى جاء الدعاء؟ هنا بعد ماذا؟ إذن من أسباب إجابة الدعاء، من المستحبات في الدعاء ماذا؟ الثناء على الله، توحيد الله أولا قبل الدعاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي نعم، تؤمن بالقضاء والقدر، نعم، تحسن الظن في الله. ولهذا جاء هنا الدعاء بعد الثناء على الله، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بعد الافتقار إلى الله، بعد الجمع بين الشرع والقدر. الآن يأتي الدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تدبرت وتأملت الدعاء، وجدت أن أفضل دعاء في القرآن، وأفضل دعاء في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، هذا أفضل دعاء. اهدنا، هل الهداية هنا؟ نحن نعرف أن الهداية تنقسم إلى هدايتين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. دلالة وإرشاد تبيين وتوضيح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، يملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. وهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها أحد من بعده أصلا، إذا كان لا يملكها غير من باب أولى. هداية التوفيق، الدخول أو الخروج من هذا الدين، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أي هداية تريد هنا؟ هل تريد هداية الدلالة والإرشاد أو تريد هداية التوفيق؟ عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إذا أردت هداية الدلالة والإرشاد هذا معناه أنك تريد أن تكون كاليهود، تعلم ولم يعمل، وإذا أردت هداية التوفيق دون الدلالة والإرشاد تريد أن تكون كالنصارى. إذن أي هداية أريد؟ هداية الدلالة والإرشاد أن يدلني الله على الطريق المستقيم ويوفقني إلى سلوكي. إذن أطلب هدايتين، دلني ووفقني إلى سلوكي. قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني وسددني. أين في السنة اهدني وسددني؟ في القرآن أين؟ اهدنا الصراط المستقيم، مفهوم؟ أي نعم، اهدنا الصراط، صراط مهيأ مذلل واسع مستقيم. الطريق الموصل إلى الله طريق واحد،
وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الطرق هو الطريق المستقيم. صراط من؟ الصراط يضاف إلى الله سبحانه، لأنه هو الذي وضعه لنا، صراط الله، أو يضاف إلى من يسلك هذا الطريق، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض العلماء يقول هذه الآية فيها الإشارة إلى خلافة الصديق، فيها الإشارة إلى خلاف في الفاتحة، أين؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقين، إذن المرتبة الثانية الصديقين، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه. إذن هذا فيه فضيلة فضل الصديق والإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا الصراط يضاف إلى الله إنه هو الذي وضعه لنا كما قال سبحانه وتعالى صراط الله، أو يضاف إلى من يسلك هذا الطريق من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم. ثم هنا بيّن الله سبحانه وتعالى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ما كان عليه السلف الصالح.